من قناة يو تي في الأوكرانية بالعاصمة كييف نحييكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة التي أصحبكم فيها أنا صفوان جولاق، والبداية بالعناوين. العالم يترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، وأوكرانيا تؤكد أنها ستتعاون مع الفائز أيا كان. مذكرة تعاون بين أوكرانيا وسلوفينيا تقضي بإبقاء عقوبات الأخيرة ضد روسيا. إصابة 4 جنود أوكرانيين بجروح في منطقة عملية مكافحة الإرهاب شرق البلاد. وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مع نظيره السلوفياني بوروت باخور مذكرة تعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وتضمنت المذكرة إبقاء عقوبات سلوفينيا ضد روسيا حتى سحب قواتها من أراضي أوكرانيا، وكذلك عدم الاعتراف بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم. واتفق البلدان على التعاون في إطار المنظمات الدولية وكذلك في مجال إزالة الألغام بمنطقة الدنباس. أنا ممتن جدا للرئيس السلوفيني على مشاركته في صياغة المذكرة التي اعتمدت اليوم. هذا يؤكد بوضوح الدعم الكامل لسيادة بلادنا وعدم الاعتراف بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم، ويدين العدوان على الجزء الشرقي من بلادنا. أنا ممتن جدا لهذا الموقف الواضح تماما ولدعم سياسة العقوبات حتى الانسحاب الكامل للقوات الروسية وعودة السيادة على جميع الأراضي الأوكرانية. هيلاري كلينتون ودونالد ترامب يتنافسان على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات يرى الكثيرون أن نتائجها ستؤثر على الجغرافيا كما السياسة. لأوكرانيا اهتمامها الخاص بهذه الانتخابات، فكلينتون أعربت مرارا عن دعمها لكييف، أما ترامب فهو محبوب الرئيس الروسي بوتين الذي لمح إلى روسية القرم المحتل. ماذا تنتظر كييف من هذه الانتخابات؟ الإجابة في تقرير الزميلة مارغاريتا ستيتسوك، يقرأه الزميل محمد زاوي. دونالد ترامب صاحب 70 عاما، متزوج 3 مرات وأب ل5 أطفال، وصاحب ثروة بلغ حجمها 4 مليارات دولار. وصل إلى حافة الإفلاس مرارا، لكنه عاد في كل مرة أقوى حتى بات يلقب بالغني من المهد. وصل نجاح والده في مجال الأعمال، وغطت مشاريعه ناطحات السحابة الزجاجية في أمريكا. شهدت حملته الرئاسية العديد من التصريحات المثيرة للجدل، كعزمه التخلص من المهاجرين في الولايات المتحدة وغيرها. أريد أن أبني جداراً، نحن بحاجة إلى جدار. أولى قراراتي ستكون طرد جميع بارونات المخدرات وطرد كل الأشرار. سنعزز الحدود وبعدها سنقرر ما يجب القيام به مع البقية. الآن لدينا الكثير من الأشخاص السيئين، سوف نرميهم بعيداً عن هنا. المرشح الجمهوري دونالد ترامب يقف ضد الإجهاض أيضاً وضد الترخيص بحمل الأسلحة. يريد خفض الضرائب المفروضة على الشركات وزيادة الحد الأدنى للأجور. يعتبر سياسة أوباما ضعيفة ويقول أنه يجب القضاء الفوري على تنظيم الدولة، كما عبر عن إعجابه مراراً وتكراراً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أنا لا أعرف بوتين، ولكن من الجيد بالنسبة لي التحدث معه، فهو يعجبني وسيكون أمراً جيداً العمل مع بعض. إذا قامت الولايات المتحدة وروسيا بالقضاء على تنظيم الدولة فسيكون الأمر جيداً. بوتين لا يحترم كلينتون كما لا يحترم أوباما، وبحسب ما أراه فهو لا يحترمها تماماً. هيلاري كلينتون صاحبة 69 عاماً، مرشحة الحزب الديمقراطي، وعلى عكس منافسها فهي تملك خبرة سياسية بلغت 40 عاماً. تختلف وجهات نظرها مع ترامب في كل القضايا وخاصة من الرئيس الروسي. بوتين بكل سرور يتعامل مع دمية كترامب وليس مع الرئيس الأمريكي. ترامب لا يعترف بهذا، ولكن الأمر واضح. روسيا متورطة في كل الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة. ترامب يشجع التجسس على الشعب الأمريكي وعلى استعداد لدعم سياسة بوتين الخارجية العدوانية وتحقيق كل رغباته، تدمير حلف شمال الأطلسي وفعل كل ما يريد. برأيي هذا مزعج للغاية. هيلاري كلينتون أم وزوجة وجدة، عضو بمجلس الشيوخ والسيدة الأولى وسكرتيرة الدولة. توجهت في حملتها الانتخابية بوعود إلى كل مواطن أمريكي بتحقيق النجاح بغض النظر عن لون البشرة أو الجنسية أو الجنسي أو الحالة الاجتماعية. كسيدة أولى ساعدت في إنشاء برنامج التأمين الصحي للأطفال والذي يوفر علاجاً سنوياً 8 ملايين طفل. كعضو في مجلس الشيوخ أنشأت نظاماً فعالاً للرعاية الصحية الأولية بنيويورك. وكسكرتيرة دولة سافرت إلى 112 بلداً حول العالم حيث دافعت عن حقوق الإنسان.
الحملة الانتخابية شهدت تقدم هيلاري كلينتون في جميع استطلاعات الرأي بفارق ضئيل عن منافسها، ولأن النظام الانتخابي غير مباشر في الولايات المتحدة فإن الفائز النهائي سيتم تحديده من قبل المجمع الانتخابي، والنتيجة لا يمكن التنبؤ بها. أوكرانيا تترقب نتائج هذه الانتخابات، وبرلمانها يؤكد أن العلاقات الدبلوماسية ستبنى مع الذي سيختاره الأمريكيون. علينا أن نحترم التصويت بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونحن بحاجة إلى العمل مع الرئيس الجديد بمثل هذه الطريقة. الموقف الأمريكي الرسمي لم يتغير فيما يتعلق بدعم وحدة أراضي واستقلال أوكرانيا. وهنا يبرز رأي يؤكد أنه لا قلق من أي نتائج ستخرج بها هذه الانتخابات، وأن التصريحات الشعبوية الصاخبة لا تعني تغيير سياسات الدول ومواقفها. أعتقد أن المؤسسة الأمريكية في المقام الأول لن تسمح بإمكانية اعتراف دونالد ترامب إذا أصبح رئيساً بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وثانياً لا أعتقد أن ترامب يريد أن يفعل ذلك. الآن هو لا يعرف جميع تعقيدات السياسة العالمية، وأعتقد أنه عندما يغوص في العمق فسيغير رأيه حول بوتين. حائط أمام العمال المهاجرين لن يقدر ترامب على بنائه بحسب الدبلوماسيين الأوكرانيين الذين يعتبرون أن آليات النظام السياسي الأمريكي تعمل منذ وقت طويل. سياسة الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي لها آلية تعمل منذ زمن طويل وتعمل بشكلها الطبيعي الحالي. التصريح المثير للجدل من ترامب حول بناء جدار أمام المهاجرين سوف يحتاج إلى آلاف التراخيص من وكالات أمريكية مختلفة. على النقيض، يعتقد ألكسندر بوتيخين أن هيلاري كلينتون هي بالفعل الفائزة، ونتيجة لذلك يمكن لأوكرانيا أن تتوقع تشديد العقوبات ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة. من الفائز؟ هذا سؤال تمت الإجابة عليه. كلينتون هي الفائزة، ونأمل أن يكون ذلك بفارق كبير. يوم الأحد كان لكلينتون 296 صوتاً انتخابياً، في حين أن ترامب حصل على 206 فقط. القلق الوحيد هو أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة، والتي سوف تبني قرارها في اللحظة الأخيرة، انقسمت أصواتها إلى 4-4. من سيكون الفائز؟ هو أم هي؟ ترامب أم كلينتون؟ من سيعتلي سدة البيت الأبيض؟ يتفق الخبراء أنه سيأتي بتغيير سياسي كبير لهذا العالم. إلى شرق البلاد، حيث أصيب 4 جنود أوكرانيين بجروح متفاوتة في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بالدنباس. المنطقة الأكثر توتراً تبقى تلك الواقعة في اتجاه لوهانسك بحسب بيان وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث استخدم الغزاة قذائف الهاون. بؤرة التوتر في المنطقة الواقعة باتجاه دونيتسك تبقى بلدة أفدييفكا التي تعرضت لقصف عنيف. وفي المنطقة الواقعة باتجاه ماريوبول الاستراتيجية، أشار الجيش الأوكراني إلى وقوع بلدتي شيروكينا وبافلابولي تحت قصف الانفصاليين الموالين لروسيا. أقوى عملية قصف كانت على بلدة جنوتوفو واستمرت لمدة 35 دقيقة، حيث أطلقت قذائف الهاون من عيار 120 مليمترا وقذائف المدفع من عيار 122 مليمترا. رافق ذلك طلقات من أسلحة القناصة. القوات الأوكرانية قامت بالرد على هذه الاعتداءات، وسجلنا أيضا قصفا بمدافع الهاون على بلدة كراسنهوريفكا. دعما للمعتقلين السياسيين الأوكرانيين في سجون روسيا، تجمع عدد من النشطاء وأهالي المعتقلين في وسط العاصمة كييف. المشاركون رفعوا لافتات كتبت عليها أسماء المعتقلين في روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة ورسائل دعم وتأييد لهم. أحد المعتقلين الأوكرانيين السابقين لدى روسيا اعتبر أن هذه التجمعات تعطي المعتقلين قوة ضد أساليب القمع الروسية. بالنسبة لي أكبر هدية هو عودة أبناء أوكرانيا إلى بلدهم، واليوم أود أن أغتنم هذه الفرصة للفت الانتباه إلى هذا الحدث وتسليط الضوء على هذه المشكلة. جلبت الكثير من الرسائل التي بعثت إلي في السجن. هذه الرسائل دعم حقيقي ومساعدة حقيقية لكل المعتقلين. وفق البيانات هناك 33 شخصا معتقلا، وفي الواقع هناك أكثر من 50 شخصا يخضعون للتحقيق أو تم صدور أحكام ضدهم. كلما زاد قمع الأجهزة الروسية، يجب علينا وعلى المجتمع الدولي الاهتمام أكثر بقضية سجناء السياسيين في روسيا. في إطار الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة،
يدخل تعديل قانون الإذاعة والتلفزيون حيز التنفيذ في أوكرانيا لتشهد الشاشات والمحطات مزيدا من المواد باللغة الأوكرانية. القانون تم اعتماده من قبل البرلمان في 16 من يونيو حزيران الماضي، ويقضي بأن تكون أولوية بث النشرات والمسلسلات والبرامج والأغاني وغيرها من المواد باللغة الأوكرانية بدلا عن الروسية التي تستخدمها روسيا في حربها الثقافية والعسكرية والإعلامية ضد أوكرانيا. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، قدمناها لكم من قناة يو تي في الأوكرانية في العاصمة كييف. في أمان الله.